السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اليوم معكم يزن. اليوم رح أوريكم هاي اللعبة اللي بعتتها أمس، وبصراحة أسطورية، واسمها مودرن أوبس. هي لعبة حلوة، بوريكم إياها وأشوف إذا أقدر أخذ فوز فيها إن شاء الله. ويلا نبدأ الجيم. يلا حلوة كثير. هي بالتليفون، ما تقدر تلعبها بأي شيء، بس إلا بالتليفون وهذا أيباد. بس هذا الاثنين ما تقدر تلعب فيهم أي شيء إلا الأيباد والتليفون. أنا لعبت فيها وحلوة، وأحب اللعبة. أنا هذا شفتها في الفيديو. أكثر مرات ألعب فيها باليد البلايستيشن، ومرة إذا أخذنا أخذنا 1000 لايك بسوي مقطع منها، وبس بلعبها باليد السوني عشان واحد هنا هيل واحد نفس ما قلت لكم، 1000 لايك مقطع جديد باليد السوني.
هي اللعبة عن إنه تفوز فيها، وهذا كامل تفوز وتقدر تاخذ ليفل أكثر، وهذا بالليفلز مرات تاخذ أحرار منها. أنا ما ألعبها كثير لأنه ما حابب ألعبها كثير، لأنه بسوي أشياء ثانية. بيد السنة مرة إذا بس أخذنا 1000 لايك بس. Let's go فايزين فايزين. الله كم كل أنا شو اسمي؟ والله أوف 20 كل أح. سوري بغير الاسم لما خلص الفيديو. شوف الأغراض اللي أقدر أسويها. اوكي هذا حلو، حتى حبيت حلو. ويلا نصير نلعب بلاي ونسوي جيم ثاني. عادي وين في ناس؟ وراي ادكو قنابل. Yes.
اعرف الدنيا كنت عارف انه ما كان زين. يلا بوقف الفيديو هنا، وان شاء الله عجبكم الفيديو. سووا لايك سبسكرايب، ويلا السلام عليكم.